بالنسبه لمباراتي الاهلي مع الترجي التونسي ذهابا وايابا، فكره تشديد الكاف على عدم حضور اي جماهير للفرقتين ده سلاح ذو حدين للفرقتين برضه ولا ايه؟ والله شوف يعني بالنسبه للنادي الاهلي الحمد لله احنا يعني تاني منظومه النادي الاهلي منظومه ذكيه ان هي بتحط الفريق في التعامل مع اي ظروف. وانا بحيي منظومه الاهلي واقصد المنظومه يعني كل من في المنظومه اداره وجهاز فني وجماهير واعلام والاعلام الاهلي كل ليه بقى؟ لان في نقطه مهمه جدا المنظومه بتعملها. المنظومه لا تتوقف على النقد. وده شيء في قمه الايجابيه. طبعا. شيء ايجابي لدرجه فظيعه ممكن نحسه النهارده. انت بتقعد فتره نقد ايجابي. مش نقد سلبي مش نقد هدام مش اللي هو فاكر ايه اللي هو انا عمال اقول لك لا انت وحش انت وحش لا لا طبعا انا باجي اقف اقول لا عايزين دي لا وطرح حلول كمان طبعا دي عايزين نخلي بالنا منها لا دي لا لو الظرف ده اتحطينا فيه عايزين نعمل كذا فالنقطه دي النهارده بتخلينا عندنا الثقه في ايه؟ انك تلعب تحت اي ظروف في جمهور لازم يا جماعه يبقى عندنا قدره على التحكم في الثبات الانفعالي لما فجاه تلاقي نفسك بتلعب قدام 5000 متفرج لان بنتكلم على لعيبه كريم بقى لهم اكتر من 5 أو 6 سنين معظم مبارياتهم بيلعبوا في استادات ساكته مفيش خالص مفيش صوت فجاه بيروح قطر قدام نهضة بركان يلعب قدام 15000 او 10000 ممكن يجي فجاه يروح تونس يلعب قدام 30000 ده في الطب النفسي يقول لك لا بتبقى محتاجه تحضير طبعًا. ان الموضوع صعب صحيح. فالحمد لله النهارده احنا واصلين للدرجه بتاعه احنا نلعب في تحت يعني ضغط جماهير ونلعب في استادات صامته وان شاء الله اهم حاجه بس الترجي يلتزم يعني طالما ان الكاف ان الترجي عنده مشكله يعني الترجي مش عنده شيء عنده مشاكل مساحه لعدم الالتزام مش قوانين ملزمه لا ما هو معين شعباني لو ما التزموش احنا كمان ممكن الجهاز الفني طلع قال لك لا احنا هندخل جمهور واحنا واحنا حتى ايفي لو تسريبات بس احنا بنتكلم على ان واضح الترجي خلال الثلاث سنوات الاخيره عندهم بعض المشاكل وانا بالنسبه لي انا ككريم سعيد بقى اهم نقطه المفروض بينتج عنه عقوبات لعدم الالتزام لا معاك بص يا كريم احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه ولا هي الدنيا بتمشي بالحب ولا ايه ممكن لا ممكن تمشي ممكن 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 يحصل ضغط طب يا جماعه سيبونا ندخل 1000 اصل مش طب اوكي ماشي مش ندخل جمهور هتدونا كام دعوه مثلا يعني هنديكوا 100 دعوه في 100 فرد بس يخش طيب دخل يا ابني 500 طب هو مش المساواه في الظلم عدل زي ما بيقولوا ايوه صح لو دخل لهم 100 دعوه يبقى احنا كمان لا طبعا ايوه لا مش ما انا بقول لك بس هي الفكره في حته ايه ان اللي عايز يلتف هيلتف بس بيني وبينك موضوع الجمهور بالنسبه لي مش هو اهم حاجه مش دي مشكله بالنسبه لي في ماتش رادس المشكله في اكبر مشكله في ماتش رادس في وجهه نظري الفار هو ده اهم حاجه انك الفار يبقى جاهز احنا وصلنا لمرحله ان الفار بدل ما يبقى عنصر طمانه بقى أيوة. مثار للقلق ما هو مثار للقلق لان في واقعتين حصلوا في رادس بسبب الفار هي طبعا. دي المشاكل اللي حصلت قبل كده ان انت عندك مشكله في ماتش الوداد وحصل قبل كده ماتش الاهلي حتى 2017 في مشاكل بتحصل فان شاء الله هو المفروض اصلا كان الفار يتعمل من دور الثمانيه ده في وجهه نظري يعني ما كانش في ما يمنع انك تحط الفار اصلا في مباراه دور الثمانيه لكن كل اهم حاجه بس ان احنا نتاكد ان تقنيه الفيديو موجوده ان شاء الله وشغاله بشكل جيد جدا لان اعتقد هتبقى واحده من اهم العوامل في المباراه دي ان شاء الله تعالى بقى نروح